معلش اتأخرت عليكي. مالك ساكتة ليه؟ كنت فين؟ كنت عند كاميليا؟ كنت عند عيالي. طب ما كنت قولي. كنت أنا كمان قعدت مع بنتي اللي سبتها ومشيت وجيت عشان أشوفك أحسن تزعل. مش مصدقة بجد ايه اللي انا بعمله في نفسي ده. تقصدي ايه؟ في حاجة غلط. مش دي العيشة اللي انا عايزاها ولا ده اللي انت وعدتني بيه من يوم ما اتجوزنا واحنا كل يوم عندنا مصيبة اكبر من اللي قبلها. هنفضل امتى انا وانت واحنا دافنين راسنا في الرمل وعاملين مش واخدين بالنا؟ خلاص خلينا نصحى من الاوهام اللي احنا عايشين فيها ونواجه الموقف. لا انا فاهم كويس قوي يا سلمى الموقف اللي احنا فيه. لو عايز الصراحه كل المصايب اللي بتحصل دي انت سبب فيها. كفايه بقى الاسطوانه المشروخه اللي كل شويه تعيدها لي. انا ممكن اخسر بنتي بسبب جوازنا اللي انت مش عارف تحافظ عليه اصلا. وانا بخسر ولادي بسببك. وما برضاش احكي لك على حاجه على فكره عشان عارف اللي انت فيه. انا يا رشيده خسرك ولادك؟ اه جانا عارفك يا سلمى. ونفسيتها زي الزفت. انا كان نفسي كل حاجه تخلص بهدوء، بس ازاي؟ لازم تعندي وتعملي اللي في دماغك. طب لو انت شايفني سبب كل المشاكل اللي في حياتك انت معايا ليه؟ ما تسيبني. رد عليا مكمل معايا ليه؟ عشان بحبك. الله. وفجأة كده كل حاجة سهلة؟ سيبني؟ خلاص يا سلمى كل حاجة سهلة عندك؟ الحقيقة اللي انت مش شايفاها اللي انت بتعندي وبتعملي اللي في دماغك. ما فرقتيش حاجة عن كمالي على فكرة. الكلام ده تاني في حياتك. انا بالنسبه لك زي كاميليا؟ انت يا رشيد بتقولي كده؟ انت توجعني كده؟ بتعيد الكلام اللي امي طول عمرها بتقوله قدامي وبتقارني بيها وتوجعني؟ انت تقولي كده؟ انا ما قلتش كده. لا قلت. ليه؟ ليه بتقارني في اكتر واحده انا بكرهها في حياتي واكتر واحده اذتني في حياتي؟ ليه؟ فجاه حسيت انك مبسوط معاها امبارح؟ هنطلعها؟ حسيت ان ده الوضع الطبيعي وان انا اللي زياده في حياتك؟ سلمى انا مش هسمح باي تجاوز. هقول اللي انا عايزاه. مش هتسكتني. نمت فين امبارح يا رشيد؟ رد عليا. نمت فين؟ نمت جنبها على السرير؟ حضرتها؟ قلت لها بحبك؟ حسيت انك مش عايز تعيش من غيرها؟ حنت لها؟ حضنتها وحسيت انك لسه بتحبها وحنت لها ومش قادر تعيش من غيرها؟ وفجأة صحيت الصبح وحسيت انك صعبان عليك سلمى. جيت ترضيها بكلمتين مش كده؟ طب سلمى مش عايزك. انا مش عايزك. انت صعبانة.